اول حاجه نتكلم عليها في الشعب التايلندي حاجه ما بيختلفوا عليها اثنين نهائيا. اول حاجه يا جماعه تسحبوا مبالغ كبيره وسحبه تكون مره واحده. واحلى حاجه طبعا يا جماعه اللي هو البازار حقهم. طبعا هم كل فتره بزيارة بوكيت محافظه مستغله عن باكم حتى زاني كيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعاكم أخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ أتمنى أنكم تكونوا بخير. حقيقة يا جماعة وحشنا بعض من زمان جدا جدا ما نزلت في اليوتيوب. والله يا جماعة الفترة فاتت دي كانت فترة ضغط 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 مو طبيعية أبدا، لكن الحمد لله عدت على خير زي ما يقول. طبعا يا جماعة في لوج الليلة حيكون جميل ومميز في بلد جديدة غير بلدنا الثانية اللي هي المملكة العربية السعودية. كثير من الناس حيكون عارفين اوريدي أنا مشيت وين، خصوصا الناس الدوام وناس بيتنا. طبعا حاجه غريبه يا جماعه، دايما الناس البيت بيكون عارفين ان انا مسافر بعد حقين الدوام. الحاجه الثانيه يا جماعه، ما قلت لكم كثير منكم بكون عارف انا وين. طبعا يا جماعه البلد دي انا اجيها للمره الرابعه، دي رابع مره لي. كلكم عرفتوا انا وين؟ ايوه انا في تايلاند. حتقول لي طيب ليه يا مصعب انت ما شاء الله تبارك الله بتجي تايلاند كثير؟ اول يا جماعه اول حاجه نتكلم عليها في الشعب التايلندي حاجه ما بيختلفوا عليها اثنين نهائيا، سيبكم من الاجواء طبعا حقتهم. احنا حاليا في جزيره بوكيت، فالرطوبة لسه ما دخل علينا الشتاء، فما مشكلة عشان حلاوة البلد وحلاوة الناس الطيبين نتحمل الرطوبة ونتحمل الصعاب. أول دولة داير الحاجة الحلوة لازم أول حاجة يذوق الصعاب بعدين يصل للحاجة الحلوة، بتكون يعني لها طعم جميل جدا جدا. فنحن نتحمل الحر عشانكم عشان نوصل لكم حاجة جميلة تليق بمقامكم. يعني صراحة يعني شكرا لكم كثير، يعني انتوا قاعدين تدعموني، وخصوصا يعني الناس اللي بتدعمني بجد من قلبها يعني سبك. أولهم يا جماعة أبو البنات نونة حبيبي، والله أنت ما قاعد تقصر، وغير أصدقائي التانيين أدهم نونة وليد، يعني حقيقة بلقى منهم دعم مو طبيعي. نجي نتكلم أول حاجة عن الشعب التايلندي حاجة ما بختلف عليها اثنين ما شاء الله تبارك الله. الشعب ده جدا جميل وتعامله جميل جدا جدا، والحاجة الأهم من ده كله يا جماعة طبعا نحن كلنا بنبحث عن اللي هو الأمن والأمان. ما شاء الله تبارك الله البلد جدا آمنة، وغير عن كده بيحترموا السياح جدا جدا. يعني انت في اي وقت بتطلع صباح ليل مساء ما في احد بتعرض لك نهائيا، فالحاجة دي ما بتختلف عليها اثنين. وان شاء الله لو ماشي في الشارع ومعاك مليون ما في واحد صدقني بتعرض لك، الا انت تمشي للمناطق حقت الخطر. يعني انا بتذكر اول سنة كان سافرت فيها لتايلاند سنة 2011، الناس خوفتني جدا جدا من تايلاند، قال لا مصعب لا ما تطلع تايلاند والبلد خطيرة وبلد مخدرات، ما شكلهم هم تفرجوا بانكوك دينجرس، وقال لك بس خلاص دي الحياة الواقعية حقتهم. لا والله جد بالعكس، لقيت الشعب ودود جدا جدا والشعب لطيف، وغير عن كده ما بيسرقك يعني، هو بياخد حاجه ما حقته. والان يعني في بعض الدول للاسف بدات الناس تعاني اللي هو من موضوع اللي هو عدم الامان. عدم الامان من شنو يا جماعه؟ مثلا ما بتكلم عن اللي هو الامان في الشارع او كده، بتكلم عن الامان نفسه يعني مثلا في المحلات التجاريه وكده. فبيقول صراحه يا جماعه بيستغلوا السياح، وخصوصا السياح العرب، عشان ما شاء الله تبارك الله عارفين انه السائح العربي بيدفع اكثر من غيره، مش زي الاوروبي ومش زي الامريكي، عشان دير صراحه بيتعاملوا معاك بالهلل رغم انه عملتهم اعلى من عملتنا بكثير. فانا صراحه دي الاسباب اللي جابتني البلد دي. اول حاجه زي ما قلت لكم شعبها جميل، بلدهم ما شاء الله تبارك الله جميله، وغير عن كده يا جماعه الحاجه الاهم من ده كله رخيصه جدا جدا. الليله يا جماعه انا في مول، لو تتذكروا حلقات الفاتت اللي كانت في تايلاند وتحديدا في جزيره بوكيت قلت لكم المول ده مقفل لاعمال الصيانه. الان ما شاء الله تبارك الله المول ده فتح، فبدوا الناس شويه شويه يتوافدوا عليه. وطبعا يا جماعه دايما لما تفتح لك مول او تفتح لك مركز تجاري فلازم تسوي فيه فعاليات. الليله ما شاء الله تبارك الله جينا اول يوم كده شايفين ما شاء الله تبارك الله شادين حلو، عروض ومسوين بازار. وغير عن كده طبعا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله عندهم مجموعه كبيره جدا من المطاعم، سواء المطاعم العالميه وكمان في بعض المطاعم العربيه. فصراحه يا جماعه المول يستاهل الزياره. وفي حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه حابب انوه لها، المول ده يا جماعه متوفر فيه كل حاجه. حقيقه انا احكي لكم قصه حصلت معايا كده
على السريع. لما جيت كان في 2019 كان لقيت اللي هم حقين سوبرا مسوين وسيل. فأنا صراحة بنادم طماع، فأنا واحد طماع لقيت بذكر هي عبارة عن جزمة الله يكرمكم، فلقيت كانت جزمة تقريبا ب 850 بات يعني تقريبا 85 ريال. والجزم ده الله يكرمكم أنا قاعد اشتراه من السعودية 450 350، فقلت يا أخي ده سعر ما بتعوض، لكن طالما في سيل هنا أنا خلينا مش أشوف الفرع في بانكوك. وقتها أنا كنت متوجه لبانكوك وتحديدا ام بي كي مول، بس للأسف لقيت ما عندهم سيل. فأنا أنصحكم يا جماعة لو لقيتوا سيل هنا في المول ده عادي أخذوا من عندهم. يا جماعه الان حصل موقف كده لصاحبنا، للناس اللي هي بتسحب عن طريق الصراف اللي ما بحب اخده معاهم كاش، انا غايت عن نفسي بحب اخد معايا كاش. لكن انت صراحه لو معاك قروش في الصراف او معاك مبالغ ماليه في الصراف كيف تسحبها؟ اول حاجه يا جماعه تسحبوا مبالغ كبيره وسحبه تكون مره واحده. في بعض الاجهزه بتسحب لكم لحد 30,000 بات، هصورها لكم، لانه كل عمليه تقريبا بيشيلوا منكم مبلغه 225 بات. وغير عن كده البنك بيعاملكم بسعر البنك الرسمي مش بسعر السوق. انصحكم انكم انتم يكون معاكم مبالغ ماليه كاش افضل صراحه في الصرف، الا لو ماشيين بلد صراحه يكون فيها السعر في البنك اصلا عالي عشان يحمس السياح انهم يجوا. لكن صراحة في تايلاند صاحبنا الآن اللي هو سحب تقريبا 1000 بات، تخيلوا يا جماعة 1000 بات وقعت له بكم؟ ب 157 ريال، والمفروض تكون 1000 بات ب 97 ريال. معلش يا جماعة أنا طولت عليكم، لكن دي نصائح يعني مهمة جدا جدا. يعني أنا يا دوب كمان عرفت الكلام ده وحبيت أشارك معاكم الحاجات دي. ما انتوا شايفين صورت لكم جزء من العروض حقتهم، صراحة محتوى غير مناسب للبعض وخصوصا العوائل، بس يعني يا جماعة هم حابين يحيوا المول مرة ثانية فحابين يقدموا للناس بعض العروض. وأحلى حاجة طبعا يا جماعة اللي هو البازار حقهم، طبعا هم كل فترة بيسووا بازارات زي كده وبتلقوا عندهم مقتنيات نادرة ممكن ما تلقوها في المحلات وبأسعار تنافسية. يعني مثلا العلاقات أو الميداليات ب 450 يعني تقريبا 45 ريال، مستحيل أنت مثلا تلقى لك حاجة زي كده ب 45 ريال، فحاجات زي كده حلوة. أتمنى انكم يعني اذا لقيتوا مثلا بازارات ولا كده حاولوا انكم تغتنموا الفرصه. وان شاء الله تعالى يوم الاحد دارين نمشي مدينه بوكيت القديمه، فدائما في مدينه بوكيت القديمه يكون كل يوم احد في فعاليه معينه. اسم المول ده على اسم جزيره بوكيت سابقا اللي هي اسمها جيز لونج، وكانت يعني معروفه جزيره تجاريه بحته. جزيرة بوكيت محافظة مستغلة عن بانكوك، حتى زاني كيف يعني النظام فيها غير تماما عن النظام في بانكوك. هتقول لي كيف الكلام ده؟ طيب هم ما بلد واحدة، هم اي نعم بلد واحدة. انا اديك مثال مثلا بسيط، انا مشيت بوكيت ومشيت بانكوك. في بوكيت هنا مسموح انك تتأجر للسياح اللي هي الدراجات النارية، ونحن بنقول لها السودانيين المواتر. اما في بانكوك القانون لا يسمح انك انت تأجر دراجة نارية لسائح، ممنوع منعا باتا، حتى لو الشخص ده يملك رخصة دراجة نارية. عشان كان معي صاحبي وحاولنا في الكلام ده قالوا ممنوع، لكن ممكن تأجر من عندهم عربية. فعشان كده بيكون النظام مختلف تماما، وفي بتكون بعض الحاجات مسموحة وبعض الحاجات غير مسموحة انا ما سألت منها. فعشان كده زي ما قلت لكم محافظة بوكيت محافظة مستغلة عن اللي هو النظام في بانكوك، يعني زي ما تقول زي الحكم الفيدرالي في امريكا، بعض الولايات مسموح فيها حاجه وبعض الولايات الثانيه ما مسموح فيها حاجه. خلونا يا جماعه انا شكلي كده قاعد افتريكم كثير صح، قاعد افتري كثير. خلونا يا جماعه نخلص الافتر الكثير ده، نجرب اللي هو الفواكه الاستوائيه حقتهم. بعد ما نجرب الفواكه حقتهم بعد كده نمشي نجرب محل العلا ونقفل حلقتنا على كده. وان شاء الله تعالى تغطيتنا الجايه حتكون لجزيره جيمس بوند، انتظرونا. يلا خلونا نمشي محلات الفواكه الاستوائيه حقتهم. يا هلا والله، كيف حالكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير، رجعت لكم مره ثانيه. طبعا يا جماعه صورت لكم الان الاكشاك حقت الفواكه اللي سويها حقتهم، ما شاء الله تبارك الله موجوده في كل مكان. ويا حبذا كمان لو يكون اللي هو موجود داخل السوق الشعبي تكون احلى واحلى. وفي بعض المحلات بتعمل لكم كمان عصيرات اللي هي الميلك شيك، تخيلوا يا جماعه الفاكهه فريش تكون قدامكم. طبعا يا جماعه انا جاي بس عشان اجرب كنت اللي هو الدراجون فروت، تخيلوا يا جماعه الكيلو حقها ب 150 بات اللي هي يعني ما يعادل تقريبا 14 ريال. خلونا الان نجربها، والله من زمان يا جماعه بسمع انه فاكهه الدراجون فروت حلوه، فاكهه الدراجون فروت حلوه، ما جربتها، خلونا نجربها مع بعض. يلا نقول بسم الله. طعمها كده يا جماعه
ما بين الجوافه وما بين البطيخه اللي هو الحبحب على حسب رايي يعني. صراحه ممتازه يعني الحاله حقها موزون. اعتقد ان السكر ما عندكم مشكله اذا تاكلوا من الفواكه دي، ما شاء الله تبارك الله ما عندكم اي مشكله، الحاله حقها موزون. بعد كده يا جماعه نجرب المانجا حقتهم. انا صراحه يا جماعه بحب المانجا تكون عصير، من اللي بيتفق معي في الراي؟ المانجا والموز بحب دائما اخلطهم عصير مع الحليب. لا يا جماعه المانجا دي لو خلطت مع حليب تكون مبالغه مبالغه يعني، حتى ما يحتاج لا سكر، الحاله زايد الحاله زايد. بعد كده يا جماعه اخر حاجه نجرب اللي هو الاناناس. طبعا يا جماعه هم اكثر حاجه عندهم الاناناس وجوز الهند، كل يوم يا جماعه بيجيبوه فريش بالطعام من عندهم، بيجيبوه فريش بالطعام. واو انت يا جماعه ما تشوف الحواجب نطقت كده، عارف انه طعم واو واو صراحه. اول حاجه يا جماعه خلونا نقيم بكل صراحه، اول حاجه الاناناس، بعدين يا جماعه المانجا حقتهم، بعدين اللي هو الدراجون فروت. يعني صراحه كانت التجربه حلوه وعجبتني جدا التجربه. الطبق ده يا جماعه كلفني تقريبا اقل من، خلينا نقول اقل من 10 ريال اللي هي 90 بات، يعني تقريبا نقول 8 ريال. تخيل يا جماعه تاكل طبق زي ده ب 8 ريال ولا احلى. المهم يا جماعه ما احب اطول عليكم، خلونا بعد كده نمشي محل الحلا حقنا. طبعا يا جماعه المنطقه اللي انا قريب منها اللي هو قريب من شارع البنقله او شارع جهنم، والان بقوا يطلقوا عليه شارع العرب. العرب طبعا يا جماعه احتلوا عشان سموا مكان واحد خلاك متوفر فيه معسكرات عربيه بقوا اسمه شارع العرب. يلا ما فيش كلام، قريب من شارع العرب. صورت لكم المره اللي فاتت ما حصور المره دي صراحه. المهم عشان كده سامعين صوت الاغاني والدجه دي حاصل. يلا تعالوا معنا خلونا نجرب محلات الحلا. يلا 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 يعني. طبعا يا جماعه تخيلوا انا مستني المحل ده يعني يفتح بفارغ صبر، والحمد لله انه قدرت ارجع مره ثانيه لتايلاند عشان اجرب المحل ده مع بعض. طبعا يا جماعه هو المحل ده تقريبا نرويجي، اول كلمه نرويجيه اسمها سوينسنس. اخذت من عندهم يا جماعه اللي هو الحلا ده اسمه كوكونات بوت، وادوني معاه اللي هو اول حاجه الاستروبري صوص، استروبري جام اللي هي الصلصه، قال صلصه مربى، المربى حقت صوص الفراوله مكسة معاها بسم الله. والحاجة الثانية الوايت كريم صوص، طبعا دي يا جماعة بتجي مع الطبق بس انت بتطلبه هم. طبعا في اكتر من سايز ديشز او طبق جانبي بيجي مع الحلة نفسه، فانت تختار. فانا اخترت صراحة الاثنين دي. وطبعا يا جماعة في البداية بقدموا لكم موية مجانية، وطلبت كمان يا جماعة اللي هو وايت موكا. كل الطلبات دي تقريبا يا جماعه كلفتني حول 370 بات، يعني تقريبا ما يعادل نقول خلينا نقول 32 ريال. نجي بعد كده نجرب الحلا. طبعا ما شاء الله تبارك الله يعني هو من مجموعه حاجات، بس انا حاجه اللي انا عرفتها اللي هو اسمه كوكونات بوت الكوليكشن الجديد حقه قارب جوز الهند. بسم الله يعني حتى طريقه التقديم تفتح النفس. يلا يا جماعه حاجه مالحه مع حلوه. شفت يا جماعه سولتد كراميل طعمه قريب كده للسولتد كراميل. انا ما اعرف صراحه الفاكهه دي شنو ولا الحاجه دي شنو، حاولت دائما اسالهم يعني ما لقيت صراحه الرد يعني، بس قالوا لي كوكونات بوت يعني بتكون من شنو ما ردوا لي. لكن صراحه يعني الميكس اللي عاملينه اللي هو مع الذره ومع الفاكهه دي صراحه عامل كومبينيشن غريب. واو واو حقيقي واو. لما اللعاب يسال يا جماعه معلش سامحوني، انا شكلي صراحه كل يوم اجي اكل من هنا لحد ما ازيد وزني 100 كيلو زياده، مش 10 كيلو 100 كيلو زياده صراحه. اهنيهم على الطبق من جد سهل تقييم 9 من 10 حقيقه يعني، كان بجد استاهل الانتظار. وكده نكون خلصت جولتنا لليوم، اتمنى ان الجوله تكون نالت اعجابكم، وما حقول لكم اشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، حشوفكم في حلقات قادمه باذن الله، وانتظروا جوله بكره باذن الله تعالى حتنال اعجابكم. وحقيقه يا جماعه انا زعلان، تقول لي ليه زعلان يا مصعب؟ لانه صراحه قاعد 8 ايام بس المره دي نظرا لظروف العمل وغير كده، الشخص اللي هو كان سبب كبير انه اجي تايلاند هنا، الله يديه العافيه. طبعا يا جماعه فك لي ازمه كبيره جدا جدا، وحاوريكم كيف انا نجحت تايلاند مره ثانيه واخذت شنو وطيارة
الطيران شنو والتطبيق اللي اخترناه في الطيران صراحة أنا المرة دي ساعدني جدا جدا، وإن شاء الله لما أسافر مرة تانية هستخدم التطبيق ده حقيقة يا جماعة مريح، وأنصحكم وأنصحكم يا جماعة إنكم أنتم كمان تستخدموه حقيقة حيفيدكم وحيوفر لكم في قروش التذكرة. يلا يا جماعة أنا ما حابب أطول عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.